وخلونا نتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم الناس كلها. ويمكن امبارح هيئه قناه السويس عقدت مؤتمر صحفي للرد على الشائعات واللي انتشرت بخصوص مشروع قانون صندوق هيئه قناه السويس، وكمان تم الاعلان عن اهم الاحصائيات الخاصه بقناه السويس واهم الانجازات اللي تمت في 2022. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. اهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك. يعني حابين في البداية نتكلم عن أهم المشروعات اللي تم إنشائها بالمنطقة بعد قناة السويس الجديدة. وطبعا أهم مشروع احنا شغالين فيه دلوقتي إن شاء الله يفتتح السنة الجاية، اللي هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي، اللي هم ال 40 كيلو من الكيلو 122 ترقيم القناة لكيلو 162، وده احنا بنعمل فيه توسيع على الجهة الشرق 40 متر، وبنعمق الغاطس أو العمق يعني من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 27 متر. وبنعمل ازدواج في البحيرات المره الصغرى، بيبقى في 10 كيلو كمان قناتين فيهم هيضافوا لقناه السويس الجديده، بتبقى 82 كيلو بدل 72 كيلو. وهم ده اكبر مشروع يعني بيتعمل دلوقتي في قناه السويس. استهداف يا فندم كام سفينه؟ احنا دلوقتي الحمد لله الاحصائيات السنه الميلاديه اللي يعني اخر السنه اهو، الحمد لله احنا في 23800 سفينه، بزياده 15% على السنه اللي فاتت، وعائد بالدولار 8 مليار دولار، يعني هو بالظبط 7 مليار 923، وزياده 25% على السنه اللي فاتت. وحجم الحمولات اللي مرت بقناه السويس يا فندم في 2022؟ احنا طبعا مليار 400 مليون طن، وبزياده 10% عن السنه اللي فاتت. زياده 10%، يعني دي ارقام يمكن خلينا نقول عليها ارقام قياسيه يا فندم، نقدر نقول عليها كده؟ دي ما اتحققتش قبل كده. واحنا الحمد لله يعني الارقام بالذات العائد بالدولار اللي هو 8 مليار دولار ده، احنا كنا اخر مره كنا حاقين 7 مليار كده، معناه ان في زياده حوالي مليار تقريبا خلال 6 شهور، اللي هم مش السنه الماليه، لا السنه الميلاديه. طيب نتكلم بقى مع حضرتك عن يمكن الموضوع اللي شاغل الناس كلها، هو قانون صندوق هيئه قناه السويس، حابين حضرتك تكلمنا عنه. طيب خلينا نقول بس اللي هو ان هو هي حاجه ايجابيه طبعا، الناس مهتمه جدا بقناه السويس وتمثل الشعب المصري في قلوبهم، يعني حاجه في مكانه كبيره جدا، يمكن ظهرت وتجلت في حادثه ايفر جيفن، ازاي الشعب كله كان ملتف حوالين انه بيطمن على السفينه هتخرج امتى، زي ما التف بالظبط ويمكن اكتر كمان في حفله قناه السويس الجديده. المشروع طبعا ليه نقطتين مهمين يعني عشان ما اطولش، اولا ان احنا يبقى يساعدنا الصندوق ده يساعدنا على تنفيذ استثمارات مستدامه لقناه السويس، والجزء الثاني ان هو يكون في مبلغ للطوارئ والطوارئ وظروف القاهره يعني. دول الحاجتين الاساسيين للصندوق يعني. طيب ليه في اشاعات كثيره قوي حوالين الموضوع ده بالذات يا فندم؟ يعني الموضوع ده سمعنا عنه اشاعات يمكن ما سمعناهاش قبل كده على قناه السويس، اشمعنى ده بالذات؟ لا خلينا نقول احنا سمعنا زيها بالظبط لما جينا نحفر قناه السويس الجديده، يمكن حقيقي. واكثر كمان وخلي التشكيك اكثر، لكن هو في نقطتين يمكن كان فيهم جدل كبير قوي. هل احنا هناخد فلوس من الموازنه بتاعه الدوله اللي احنا بنديها للدوله ونحطها في الصندوق؟ طبعا انا برد تاني بقول لا، الموازنه بتاعه الهيئه بتتعمل في بدايه السنه الماليه، يعني في شهر 6 اخر شهر 6 بتراجع في الجهاز المركزي للمحاسبات مع الماليه، بعد كده بتقرر في مجلس النواب بعد مراجعتها في لجنه الموازنه، وبيتحدد فيها المبلغ الثابت اللي هيخش الدوله، اللي هو اللي بنسميه احنا الفائض والضرائب والتوات، وده مبلغ ثابت بيتحط، بيتغير طبعا كل سنه نتيجه تغير الايرادات في قناه السويس، دايما بيزيد يعني الحمد لله ان هو دايما بيزيد يعني. فده المبلغ احنا اللي يمكن نقترب منه عشان نحوش في صندوق او نشيل في صندوق عشان نعمل بيه مشروعات، يبقى مش هنقرب من العائد او الفائض اللي بيخش للدوله، الفلوس اللي بتفضل من الموازنه الثانيه اللي هي المشروعات الاستثماريه للهيئه والتشغيل ومرتبات والامور، هو ده اللي بيفضل منه في اخر السنه جزء بيترد ثاني للماليه، فاحنا هو ده الجزء اللي هيتشال، مش هنأثر خالص على ميزانيه الدوله. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هو ان الصندوق هيبقى فيه بيع للاصول او تأجير أو رهن أو دي كلها، الجملة دي أساسا في القانون يعني واضحة جدا بتعود على الصندوق وليست على هيئة قناة السويس، يعني الناس كلها خدت الكلمة دي واجتزأت جزء منها،
لما بيراهنوا الاشاعات يعني ده هيبيعوا قناه السويس او هيرهنوا قناه السويس او هيأجروا قناه السويس لا ده الجمله دي عائده على الصندوق، الصندوق من حقه الصندوق بعد ما يتعمل ويكمل ويبدا يتعمل فيه استثمارات حاجه ليه اصول موجوده من حق الصندوق ان هو يبيع في الاصول ديت. يعني نفرض ان الصندوق مثلا اشترى قطعه ارض كبيره او بنى عليها عمارات او فيلل من حقه انه يبيع الكلام ده، لكن ملوش دعوه باصول الهيئه. واكد برضه ثاني هنا ان الصندوق منفصل تماما عن المجرى الملاحي وعن هيئه قناه السويس، هيئه قناه السويس محميه بالشعب وبالوطن وبالدستور، واحنا الشعب المصري كله ضحى بكثير جدا من الشهداء عشان نفرض السياده بعد 56 على قناه السويس، شو كنا احنا بنفرض دلوقتي في أكيد. موضوع السياده. اكيد اذا الصندوق منفصل تماما ملوش اي علاقه. يعني احنا دايما يعني بنتشرف بوجود حضرتك معانا عبر الهاتف عشان ترد على هذه الشائعات اللي كتير يمكن اختلط عليهم الامر، فمهم ان حضرتك اكيد تبقى معانا دايما للرد على هذه الشائعات. كل الشكر ليك الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شكرا ليك يا فندم.